مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بوز المانجا بثلاث مكونات فقط، بدون حليب كمان وبدون كريمة وبدون نسلة. طريقة كتير كتير سهلة وبسيطة وناجحة 100%. بوزة روعة، شايفين منها شكل بتعقد كتير طيبة وبدون صبغات كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا ثلاث حبات مانجا قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، بدي فرزهم حطهم بالفريزة ليلة كاملة. منحطهم بالكيس. بسم الله. منحطهم ليلة كاملة بالفريزة. هيدي المانجا بعد ما جمدت منيح عنا بدنا نحطها بالخلاط. نضيف ملعقة طعم سكر وبضيف ملعقة صغيرة عصير الحامض، عصير الليمون، وبضيف كمان كوب عصير مانجا. نخلطهم بالخلاط. خلصنا من خلط الايس كريم. هذا الشكل بعد ما خلطهم وانخلطوا عنا منيح. بدنا نحطهم بالمطبقية. نسكر المطبقية منيح. برجع بحطهم بالفريزة. هيدي البوزة بعد ما حطيتها بالفريزة 7 ساعات. هيدا الشكل اللي طلع عنا. واو، شكل كتير كتير روعة. بوزة ناجحة 100%. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا شير ولايك للفيديو. للمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.